السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. باب جديد زي ده لما يجي لنا نتعامل معاه ازاي، ايه هي الطريقة الصحيحة اللي نجهزه بيها قبل ما نرش. في الفيديو ده هنجرب نصنفره بالصنفرة اللي احنا شايفينها، الصنفرة الاسفنجية الاسبونش اللي هي اتجاه واحد، لان في صنفرة اسبونش بتكون اتجاهين زي ما احنا شايفين، بتكون رملية كده شوية وبتكون سهلة ان انت ايه تلفها جميع الاتجاهات وبتكون الناحيتين، انما دي صنفره معانا اتجاه واحد، صنفره 500 طبقه اسفنجيه وعليها طبقه الصنفره زي ما احنا شايفين بنطفي. اللي بيحصل في باب زي ده بيجي لك بتطفيه بالمزانق بتاعته ايا كان بقى، بتطفيه بالصنفره الاسفنجيه اللي هي النوع الثاني لطبقتين، او الصنفره الاسفنجيه اللي هي الطبقه واحده زي ما احنا شايفين، او بالمكنه والوسيط بصنفره 500 بتبدا اللي انت فيه، او 600 عاليه. ال 500 كويسه جدا على فكره، وترش عليها بالمزانق بتاعته. مهم الماده دي ما تشيلهاش، اللون الاسود ده ما يتشالش، لان الماده دي اقوى ماده على العربيه اللي هي الالبو او الاي جي، دي اقوى ماده حمايه للمعدن الاساسي من اللي هو الصاج، يعني حمايه من الصدى والبرومه واي حاجه توصل. الورنيش ممكن يكلح على عربيه، الدهان يتشال، العربيه تحصل فيها نقرات من حصوات الطريق او حاجه، الماده دي صعب ان اي حاجه تخترقها يعني، ولكن هي عرضه ان هي تتخرب، مش هتتجرح طبعا، ولكن يعني صعب ان هي تعدي رطوبه للصاج، صعب ان هي تعدي اي حاجه. دي اقوى حمايه على العربيه، ما تفكرش انك تشيلها. لون انت هترش لون احمر مثلا وهي لونها اسود وانت خايف من اللون، لا، يبقى اديها البرايمر الرصاصي مثلا وبعد كده انزل باللون الاحمر، لكن اوعى تفكر تشيل الماده دي. طيب الباب ده معانا ايه اللي بيتم فيه عشان خاطر نعامله معامله المصنع؟ في المصنع باب زي ده لما بيجي لهم، هم بيرشوا في المصانع البيبان دي، بيسقطوا العربيات في احواض، والقصه اللي انتوا عارفينها دي مشروحه عندكم على القناه. بعدها بينزلوا العربيه في الحوض، بتكون صاج، بتطلع بيدوها القلب اللي انتوا شايفينه ده، ولكن بيكون لونه رصاصي، يعني لونه ما بيكونش اسود كده في الغالب يعني. طيب بعد كده بيعملوا ايه؟ بيدوا برايمر، وبعد البرايمر بينزلوا باللون، وبعد اللون الورنيش. فانت علشان خاطر تعمل نفس المعادله دي بتصنفر زي ما انت شايف كده، بعد كده بتنزل ببرايمر فيلر ويت اون ويت، وبعد الفيلر الويت اون ويت اللي ما بيتصنفرش بتنزل باللون، وبعد كده بالورنيش. هل ينفع ننزل باللون على الاسود ده لو اللون هيغطي؟ ينفع، لكن مش هتبقى حققت نفس المعادله بتاعت المصنع. عشان تبقى حققت نفس المعادله لازم تنزل بنوع برايمر تاني فوق الاي دي ده، والاي دي ده اللي بيعادله في مراكز الخدمه، لان هو مش موجود في الورش ولا مراكز الخدمه، بيعادله حاجه اسمها وش برايمر، بردك مشروح عندكم على القناه. فانت عايز تعمل نفس المعادله يبقى تنزل ببرايمر فيلر ويت اون ويت اللي ما بيتصنفرش، وهترش عليه اللون وبعد كده الورنيش. ما تنسوناش في الدعاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.